السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أود المغرب. حلقتنا اليوم سيادي الكرام، قبل ما نبداوها نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم سيادنا الكرام غادي نبداوها من واحد الدوار. هاد الدوار هذا كانت كتعيش فيه واحد العائلة، الأب والأم ناس كبارين في العمر، وثلاثة ديال الأبناء، غير الأبناء ماشي عندهم شي خواتات أو شي حاجة. جوج إخوة أو جوج أبناء الكبارين كانوا مشاو استقلوا بالحياة ديالهم الخاصة، مشاو سكنوا في المدينة وتزوجوا وداروا مشاريعهم، بينما الإبن الصغير اللي اسم ديالو طه هو محور القصة ديالنا ديال اليوم، بقى عايش مع والديه كيراعيهم ويهتم بهم ويشوف حالهم وكذا، وهو المعيل الوحيد ديالهم. هاد الناس أو هاد العائلة كانت فقيرة، ما عندهمش، عندهم يالله هذيك الدار فين ساكنين، وعندهم واحد الفلاحه صغيره على قد الحال بزاف، كاع لواحد الدرجه ما كتصورش، اي ناس بسطاء ديال بصح. حطاه هذا واحد اليامات غادي يمرض بواه، غادي يمرض، كان راجل كبير وكذا، غادي يمرض وغادي يعيا شويه، غادي يتوفى، الاجل المحتوم غادي يوافيه وغادي يتوفى شويه، يعني اشهر قليله غتبعو الام ديالو. وبالتالي طه بقى غير بوحدو في هذيك الدار في البادية. طه حاول انه يمشي عند خوتو اللي ساكنين في المدينة باش يشوف واش يعاونو في شي مشروع ولا شي حاجة، اولا يشوفو ليه شي خدمة في المدينة ولا شي حاجة، ولكن للاسف الشديد بحال اللي حس بالنفور ديالهم منو، ما بقاوش حاملين ويجي عندهم او يزورهم ولا شي حاجة، صافي هو فهم الميساج ما بقاش كيمشي عندهم، مرة فين كي سول فيهم او لا كيمشي عندهم، اما حتى هما ما كيجيوش عنده. المهم عايش غير بوحدو تما في هذيك الدار. هو كما قلنا فاش ما كان كيخدم، خدم في البني، خدم في النجاره، يخدم في اي حاجه، اي حاجه يخدم فيها، كيعرف كل شيء تبارك الله، وانسان قوي البنيه وتبارك الله ما فيه متعب، كل شيء الاهل الدوار كيحترموه ويقدروه. علاش؟ لانه ملي كان في صغره باقي صغير كان كيمشي للجامع، الجامع تاع الدوار، ماشي جامع بالمفهوم المسجد الكبير، وانما غير المسجد ديال الدوار، صغير بزاف على قد الحال، كيصليو فيه الناس تما صحاب الدوار، كان هو المؤذن ديالو، وكان انسان قابط طريق الله، وكيعرف بينه وبين الله، ولسانو حلو، كيعرف يهضر، واي واحد وقف ليه على شي حاجه قدر انه يعاونو بها كيعاونو، المهم امورو بحال ما هكا. واحد النهار غادي تحل واحد المدرسه حداهم تمايا في الدوار، المدرسه عاد تبنات هنايا، هاد طه هذا غادي يعينوه تمايا كعساس ديال المدرسه، ويديروا لي واحد الصالير، واخا انه هزيل جدا هذاك الصالير، ولكن قال الحمد لله كيمشي يأذن في الجامع، كيعاونوه الناس المحسنين، كيمشي يعس في المدرسه ديالو، كلشي الناس كتحترمو وكذا، امور الماديه شيئا ما مزيانه لانه ساكن غير بوحدو. اليوم غدا ان العمر كيكبر وهو عايش غير بوحدو، فكر انه يتزوج. كان في الاثناء هذه كان وصل 30 عام، بقى كيقلب تما في الدوار، كيقلب لا يعود يلقى شي بنت تكون مناسبه ليه للزواج، والاحسن من ذلك انها تكون زوجه صالحه تقبل عليه كما هو وعلى الحاله الماديه ديالو. بقى كيقلب حتى شاف ليه واحد السيد كيعرفو، وعارف انه معقول، شاف ليه واحد الراجل، هذا الراجل هذا كانوا عنده جوج بنات، هاد الراجل هذا تقريبا ما يصور الحال، راه ماشي شي واحد اللي هو فقير زعما في الدوار، عنده اراضي، عنده واحد الكولي ديال البهايم، وعنده وكيعرف طه مزيان حق المعرفه، عنده جوج بنات، وحده سميتها وئام ووحده سميتها اسراء. هذيك وئام هي الكبيره، وهذيك وئام واخا هي زوينه تبارك الله وعاطيه العين، وفي عمرها 27 عام، ولكن حتى واحد ما تقدم ليها. علاش؟ لان عندها واحد المشكل في العين ديالها، هي عينها عادية نورمال كتشوف بها وكلشي، ولكن غير هي بحال شيئا ما شوية دايرة، هداك البؤبؤ ديالها بحال داير جهة واحد الجهة، هادشي علاش بنادم كان كيتجنبها، وصلها 27 عام وباقا متزوجاتش. هاديك إسراء كانت زويونة تبارك الله، حتى هي مقبولة وعاطية العين، ولكن صغيرة عليها في عمرها هديك 22 عام. هنايا هاد طه هذا مشى يخطب هذيك إسراء، هذيك البنت الصغيرة، تا هو بحالو بحال الناس، ولكن كيتفاجئ بأن الأب ديالهم ديال هاد البنات كيعرف طه ويعرفو مزيان، قال لي شوف أولدي ما عندي ما نخبي عليك، أنت إنسان مزيان ومعقول، وحنا كنشهدو لك بالأخلاق الكريمة وكذا، ولكن أنا ما غنزوجش بنتي الصغيرة إلا ما تزوجاتش البنت الكبيرة وئام.
قال لي ولكن يا عمي انا باغي البنت الصغيره هي اللي عاجباني باغي نزوج بها. قال لي لا غير سمح لي وصافي، انا ما نزوجش بنتي الصغيره الا ما نزوجش بنتي الكبيره، خاصي الولد تزوج عاد نزوج هاد البنت هادي. المهم ناضجو مع الوقفة هذاك طه وناضوا مع دوك الناس اللي جاو معاه يخطبوا ومشاو حالاتهم. قال لي صافي غادي نفكر ونرد عليك. طه مشى وبقى كيفكر، خدا واحد اليومين ديال التفكير بقى كيفكر فكر شنو غيدير دابا. هو الحاله الماديه ديالو ضعيفه وما يقدرش انه يمشي يخطب شي بنت اخرى. هذا الراجل هذا راه غير حيت كيعرفو مزيان وكيعرف الاخلاق ديالو وكيعرفو ولد الدوار ولد الناس وكذا كذا، هادشي علاش الزعم يعطيه بنته. اما واحد اخر شي دوار اخر راه ما يعطيهش بتاتا، لان الوضعيه الماديه ديالو جد متازمه. وللاسف الشديد مؤخرا ولينا كنشوفو غير الماديه ديال الرجل. ولو ان الحديث الشريف فيه ان جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه، يعني الاخلاق والدين ديال الانسان هي الاهم، ولكن الشهاده ما بقاش كيتاخذ بعين الاعتبار. ما عليناش، هنايا الطه بقى كيفكر كما قلنا كيفكر قال صافي ما كاين باس، الخير فيما اختاره الله، انا غنزوج بالبنت الكبيره ولي ليها هذيك وئام اللي عندها العين شويه ناقصه. كان بنادم كيتجنبها وما كيبغيش بنادم يتزوج بها، وقال مادام هو عرض عليا بوها هو فعلا اللي تعرض عليه معروضه من الخير، صافي وافق. عيط على دوك الناس اللي مشاو معاه ومشى عند باباها وقال لي صافي الحاج نتوكلوا على الله، انا قابل ببنتك الكبيره وئام. قال لي مرحبا ولدي مرحبا، احسن حاجه غديها. المهم دار معاها العقد، دار داكشي بسيط على قد الحال، جاب المهم جاب خوتو وداكشي العائله ديالو، المهم فرحوا مع بعضياتهم وجابها لدارو، الدار ديال والديه. الدار كانت على قد الحال، ولكن هي جات الدار هذه في الخارجه ديال الدوار، ماشي في الخارجه ديال الدوار بالضبط يعني مطرفه بزاف، وانما جات في واحد الموقع اللي هو استراتيجي شئنا ما. ما عليناش، هنايا جات عند هذيك وئام. وئام كانت تبارك الله زويونه بزاف، عاطيه العين والطاوله هي هذيك والشعر هو هذاك، ولكن غير اللي ناقصه غير ديك العين شويه ناقصه، هادشي علاش بنادم كان كيتجنبها. ما عليناش، هنايا تزوج بها لقاها مزيان هاد السيده هادي زوجه صالحه والله عمرها دارك تحتارمو، اي حاجه قالها لها طبيعه الحال فيما يرضي الله كديرها وتعاونو وطيح لي الافكار وكذا. اشنو قالت لي؟ قالت لي واحد النهار واش تا غتبقى معول على ديك العسل ديال المدرسه، هذيك راه ما جايباش همها، خاصك دير شي مشروع. قال لي بحالاش هذا المشروع غنديرو؟ قالت لي علاش ما ديرش شي بيع وشريا؟ شوف فلان هضرات لي على واحد السيد عنده دكان اولا بقال في الدوار، هو الوحيد اللي عنده بقال تمايا. قلت لي شوف فلان راه تبارك الله ديك تبقال راه قادمه الغرض، هو الوحيد اللي كاين هنا وحنا درنا شي بقال بحالو غادي نخدمو حتى حنايا. قال له هو رشاط السوق هنايا وما يمكنش انني غادي نخدم معاه بحالو بحالي. قالت لي لا شوف، قالت لي دابا هويا اقترحت لي واحد الفكره، قالت لي شوف دابا هويا راه ما كيمشيش يجيب السلعه من الجمله، راه كيجيو عندو الناس هادوك اللي كيتعاملوا بالوساطه، كيجيب من الجمال كيبيع هو البقال وكيستافد من هامش الربح. قالت لي حنا ما نديروش بحالو، حنا غادي نفتحوا واحد الدكان وغادي نمشيو اوتوماتيكمو عند الجمال وغنجيبو السلعه باش تقامعنا بثمن رخيص وغنبيعوها للناس على الدوار بثمن ارخص، وبالتالي غادي نجيبو لينا الكليان بطريقه غير مباشره، بنادم ما يبقاش يمشي عندو يولي يجي عندنا، حنا غادي نستافدو من هذاك الهامش على الربح. قال لي هذه فكره ولكن خاصني راس المال وخاصني الحانوت. قالت لي حانوت نفتحو في الدار ديالك، حيتاش الدار ديالو كما قلنا جات في واحد الموقع استراتيجي. هذاكشي اللي دار، خدا واحد البركه كان جامعه وبنى واحد المحل غير تما فتحو في الدار ديالو، الدار ديالو كانت كبيره تبارك الله، فتح محل جهزو كذا وقال لها دابا خاصنا السلعه. السلعه منين نجيبوها؟ مشات عند بواها وتلفات من عنده واحد البركه ديال الفلوس، عطاها ملي عرفها بان راجلها بغى يدير محل ديال البيع والشراء عاونها وجهز لها المحل من الاول حتى الاخر، وهو بنفسه هذيك بواها باش يعاون بنته ويعاون راجلها مشى للمدينه وتعاقد مع دوك الجماله وجاب السلعه ولا كيعمر راجل بنته شكروا على ذلك، شكروا والامور الماديه ولات مزيانه، ولا كيبيع شري مره كيبقى هوايا مره كتبقى هي مراته. هي في الاول بنادم ما سامش عليه حيت بنادم مولف هذاك البقال الاول كيمشي عنده، ولكن بما انه كما قلنا هو مؤدين تاع الجامع وعساس على المدرسه وعنده واحد السمعه طيبه، بنادم بدا كيجي عنده ولا كيلاحظ الفرق ديال الاثمنه. هذاك البقال الاولاني
عنده الثمن طالع على هاد الطاح هذا، وبالتالي الكليان ولا نهار على نهار كيتزادوا. هو كما قلنا كان عساس وكان كيمشي يأذن في الجامع وكذا، ما كانش كيبقى في الحانوت بزاف، كان كتبقى في معظم الاوقات غير هذيك امراته وامي اللي كتبقى مقابله المحل. في هذه الاثناء هذه كانت هذيك اختها اسراء تزوجات بواحد الراجل، وهي هذ وئام هذه ولدات الولد الاولاني، ولدات البنت الثانيه، ولدات واحد الولد اخر، عنده ثلاثه ديال الابناء هاد طه هذا. المهم شات هي مجات اخرى والفلوس غدا وكتزاد. المهم هنايا اشنو غادي يوقع؟ غادي يموت الاب ديال هاد الوئام مع اسراء، يعني نسيب ديال طه غادي توفى. وبما انه كان رجل غني، يعني ماشي رجل غني بزاف، المهم عنده واحد البركه تبارك الله، قسموا الميراث. يعني مرتو خدات حقها، البنت وئام خدات حقها، وهذيك اسراء خدات حقها. هذيك وئام فلوسها او ميراثها اشنو غدير به؟ عطاتو الراجل، راجلها استثمرو كسلعه، شرا واحد القطعه ارضيه، دار واحد الكولي ديال البهايم، يعني الامور الماديه تحسنات شيئا فشيئا. ولادو تبارك الله كبروا، لقى هذيك وئام زوجه صالحه تبارك الله ما كاينش بحالها، معاونه في الكبيره والصغيره، وتفتي عليه في الرايات، ولقى عقلها تبارك الله كبير بزاف. المهم عاوناتو واحد الاعانه اللي هي كبيره بزاف. اليوم غدا اليوم غدا اللي حتى ولا في عمر هذاك الولد الكبير ديالو 12 عام، 12 عام ولا في عمره. هنايا هاد طه هذا كان كيفكر انه يشري واحد البيكوب، واحد البيكوب جديده كان بغى يخرجها. كانت عنده واحد البيكوب قديمه هي اللي كان خدام بها، كيمشي بها للمدينه يجيب بها السلعه من الجماله مباشره، ولكن دابا صافي الرزق فاض عليه وكذا، فكر انه يشري بيكوب جديده يخرجها من لا ميزو. وبالتالي كانت عنده الفلوس، الفلوس ما كانش كيجمعها في شي بانكا ولا شي حاجه، كان كيجمعها غير تمايا، غير تما في الدار عنده كان حاطها. هي هذيك واحد النهار اشنو غادي يوقع؟ واحد النهار هاد هطاه هذا خدام في ذاك الكوري ديال البهيم ديالو، مراته مقابله المحل، وعندو وليداته، مره كيمشي يود في الجامع. هذيك العساسه عند راسها صافي تلقى مابقاش خدام فيها، غادي يجي عنده راجل هذيك اسراء، راجل نسيبته يعني خت مرته، راجلها جا عنده، اهلا كيدير بخير كذا. المهم سلم عليه استقبله، قال لي السي طه راك معروض عندي الليله راك معروض عندي، عندنا واحد المناسبه عائليه، جي انت والمراه والوليدات ونحيو واحد الليله زويونه، وبات معايا كاع. قال لي ما نقدرش نبات، المهم نقدر نجي نتعشى معاك، ولكن البات لا. قال لي المهم غير جي، عشرفنا بالحضور ديالك. صافي قال لي مرحبا ان شاء الله، مع جويه ديك السبعه انا غادي نكون عندك في الدار. هذاك الشيء دار طه من بعد ما مشى هذا الراجل نسيبته، داك الشيء دار مشى عند مرتو قال لها راه فلان جا عرض علينا عنده شي مناسبه في الدار. قلت لي صافي معايش نمشو. قال لي ولكن المحل شكون غادي يبقى فيه الدار، وحنا راه كيعارفه عندنا الفلوس في الدار وكذا. قلت لي نخليو ياسين هو ولدو الكبير كما قلنا عنده 12 عام، وكان هاد ياسين هذا مره ملي ما كتكونش امو مساليه وبواه غايب مثلا شي بلاصه خدام فيها، هو اللي كيقابل المحل. تبارك الله دري يعني ناضي وقوي يفوز ويعرف الامور التجاريه ويعوي عليه تبارك الله. هاد ياسين هذا وصاه بواه، قال لي شوف اولدي، قال لي حنا غادي نمشيو عند فلان راجل خالتك، وانت قابل المحل شوف. قال لي انت ما تبيعش بزاف، قال لي شوف اللي جا عندك قول ليه ابابا ما كاينش، غير انا بغيت غير تحضر لي غير المحل باش الشفاره ما يجيوش يشوفوا الدار عامره ما يعرفوا اشنو كاين كذا. صافي حنا غادي نجيو، ما غاديش نباتو ليه، ويلا تعطلنا عليك بزاف سد المحل ودخل بات. وهو هاد ياسين هذا كما قلنا كان تبارك الله قاد بشغله واخا باقي صغير في العمر، ما عليناش. هني هذاك طه هز مراتو في ديك البيكوب، وهز ولد وبنته الاخرين اللي كانوا مازالين صغار، ومشى قصد دار نسيبتو، يعني دار نسيبو. مشى عندهم فرحوا بهم، ضايفهم، تعشاو. هذيك الليله باتوا معاهم في الدار ما جاوش. المهم حتى الغد ليه هذاك طه يعني فاق هو ومراته وبنته وولده اللي مازالين صغار، ركبوا على البيكوب وجاو مع الصباح بكري. جاو اشنو كيلقاو؟ دخلوا للدار كيلقاو بطبيعه الحال الباب ديال المحل مسدود. قالوا صافي هذا ياسين ملي شافنا تعطلنا راه سد المحل ودخل. فعلا دخلوا، ولكن ملي دخلوا للدار اشنو كيلقاو؟ كيلقاو كارثه كبرى، كيلقاو هاد ياسين هذا الدري الصغير ميت. ميت، ما مطعون ما مضروب ما والو، ولكن السيد ميت ومحطوط في الفريش
ديالو. بقاو كيغوتو غوتات المراه، غوت السيد داك طه، مالك ولدي ما كان فيك لا مرض لا والو، شنو واقع ليك كذا، ولكن المراه غتغوت كثر وكثر ملي غتدخل لبيت الناس، غتقلب هذيك البركه ديال الفلوس اللي كانوا جامعينها باغي نشريو بيكوب جديده من لا ميزو، كان يعني كيجمعها هو مرتو هذيك فلوس. هاد جوج ازواج كانت بيناتهم ثقه كبيره بزاف. المهم التحق بها طه في بيت ناس، كيلقى الفلوس ما كايناش، صافي قالوا هاد الشفاره دخلوا صفاو الولد وداو البركه ديال الفلوس، خاصنا نعلموا الجدارمي. ولكن الولد راه ما مضروب ما مطون ما تيش حاجه، ناعس في الفراش ديالو، ما يمكنش ما عليناش. مشاو كيجريو على الجدارميه، الجدارميه التحقوا بهم في عين المكان في مسرح الجريمه ديالنا اللي هي الدار ديال الطاه هذا. كيشوفوا الولد لقاوه ميت. هنا داك الضابط تاع الجدارميه قال لي مودي هاد الموت تاع الولد انا شاك فيها، بما انه كاينه سرقه وفي نفس الوقت السيد ميت، ولو انه كيبان ميت موته طبيعيه. سولهم واش السيد مريض، يعني هاد الدري الصغير واش كان كيعاني مش امراض، كان شي حاجه فيه؟ قالوا لي لا ابدا، تبارك الله صحته مزيانه، ما عمرو عانى او لا تشكى من شي حاجه. المهم هنا يعلم النيابه العامه وصيفطوه للطبيب الشرعي الولد هذا يعاينو ويشوف مالو، واش مات موتة طبيعية أو لا. ماليناش هنا يشافو البلاصة اللي تسرقات منها الفلوس، شحال كان عندكم هنايا، فين كنتو حاطينها، فين كنتو نتومايا، معايش خرجتو، معايش رجعتو، جميع التحقيقات ديال هاد القضية هادي، رفعوا البصمات، رفعوا أي أثر أي حاجة تمايا، يعني قلبوا مزيان. كيعاودو هاد الناس يعني طه مع مراتو كيعاودوا الجدارميه بانهم البارح، يعني البارح قبل من وقوع الجريمه هذه، مشاو معروضين عند خت ويام، يعني هذيك اسراء نسيبت طه، مشاو معروضين عندهم هي وراجلها، ضايفوهم وتعشاو عندهم، ولكن ما حسوش براسهم حتى لقاو راسهم صافي ناسو وباتوا عندهم، مع العلم انهم ما كانوش ناويين انهم يباتوا. والغد ليه مع الصباح فاقوا بكري، ناضوا غير فطروا وخرجوا، جاو للدار كيلقاو هاد الكارثه، هادشي اللي كاين. حنا داك الضابط تاع الجدارميه ويسولهم قال لهم توما شكون اللي كان في العلم ديالو انكم عندكم الفلوس، كنتو ناويين تشريو هاد البيكوب من لاميزو، يعني كان عندكم واحد المبلغ ديال الفلوس ملايين عديده. قال لهم عطاه هذا، انا ما قيلتش شي واحد، جميع الاسرار اللي كتخصني انا ما قيلتش شي واحد. قالوا لهم جدارميه وهاد الدري هذا اللي مات الله يرحمه، واش كانت اخباره انكم جامعين الفلوس؟ قالوا ليهم جوج لا ما خباروش، حتى الوليدات وبالاخص هو، لانه كيبقى دري صغير يقدر يقولها شي واحد الدوار، ما قلناش ليه وناكرين عليه. ها ونتي واش قيلها لشي واحد؟ بقات كتشوف هذيك ويام وقالت لي مودي انا بصراحه واحد النهار كنت مجمعه وقلت لاختي. اختك شكون اختك؟ اسراء اللي كانت معروضه عندها البارح، يعني دابا اسراء اخبارها اخبارها سيدي. كنت قلت ليها ودي راه راجل راه جامع واحد البركه مهمه تاع الفلوس، عنده قد وقد شحال مليون بالضبط، وراه ناوي يشري واحد البيكوب جديده من لاميزو، عيات واحد البيكوب اللي هي اوكازيو، صافي قهراتو، عيا من الميكانيسيانات كل مره غادي بها عند واحد، صافي قرر انه يشري وحده جديده. وشحال وحنا كنجمعوا على هاد الفلوس هذا اللي حتى كملات، وراه دابا بقى لي غير يمشي الشهر الجاي يشريها. دابا اسراء في اخبارها مزيان. هنايا ويام غتقول لهم حاجه اخرى، قالت لهم واحد المعلومه جد مهمه غتخلي الجدارميه يتحركوا في البلاصه. اشنو قالت لهم؟ قالت لهم سيدي البارح مع دخلت للدار انايا سلمت على اختي وسلمت على راجلها وريحنا، هذيك اسراء جات حدايا وقالت لي يا اختي الحبيبه واش الفلوس فين جبتيها؟ جبتيها معاك ولا خليتيها في الدار؟ قولي لي ياك، ما الشفاره يجيو يشوفوك خرجتي ويجي يديو الفلوس. قلت لها لا كوني هاني الفلوس، راني حاطاها في امان في بيت الناس، حتى واحد ما غادي يقرب ليها، وثمن الدري راه خليناه في المحل غادي يشوفوه يسحبوا الدار عامره، وتا واحد ما جرى يدخل الدار، كوني هانيه. سولاتك هذا السؤال؟ سولاتني هذا السؤال سيدي. مزيان دابا جدارمي يتحركوا عند ديك اسراء وراجلها باش يسولوهم. قبل ما نشوفوا التحقيقات اللي غيديروها الجدارميه مع خت ويام هذيك اسراء وراجلها، الطبيب الشرعي كان قال لي مودي هاد الولد هذا راه ما ماتش موتة طبيعية، وإنما تخنق، تعرض للخنق، يعني شي واحد قوي البنية خنقو اللي حتى صفاه عليه. هادشي هذا كيأكد الدونون تاع الجدارمية بأنه هاد القاتل هذا أو هاد الشفار جا دخل لقى الولد كاين في الدار صفاه عليه عاد مشى سرق، يعني جريمة قتل وسرقة هي هاديك. خليونا مع التحقيقات اللي غيديروها الجدارمية مع هاد إسراء وراجلها. مشاو عندهم فعلا نيت، أجي نتي بعدا قول لينا.
اشنو كتعرفي على هذه القضيه هذه، على الموت ديال الدري وعلى السرقه ديال الفلوس؟ هنا هي هذيك اسراء نكرات وجمعات شطوات. قالت لي انا اصلا ما خباريش بان اختي جامع هذاك المبلغ كامل في الدار. ما خباريش سيدي؟ لا خباريش. وانت يعني راجله؟ لا سيدي لا حتى انا ما خباريش. صافي هنا بان الكذوب ديالهم، اعتقلوهم مباشره ودوهم للبريغاد باش يكملوا معاهم التحقيقات. علاش؟ لان المراه هذيك وئام قالت لي مودي راه هي خبارها، وبالتالي هي خبارها ونكرات علينا، ولا كانت خبارها هي غتكون خبار راجلها. يعني هاد الناس مخبين شي حاجه، خاصه وانا الجدارمي ملي كانوا كيهضروا معاهم كانوا منفعلين ومرتبكين وماشي هما هذوك وماشي حتى اللي همايا. هنا يخداو الاذن من النيابه العامه جدارميه باش يفتشوا الدار ديال هاد اسراء مع راجلها. دخلوا فيه للنيت كيقلبوا، قلبوها مزيان. اشنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد المبلغ مهم، كيلقاو واحد الباليزة فيها مبلغ ديال 24 مليون. 24 مليون هي نفسها العدد اللي قالت هذيك مارس طاها وطاها. قال لي ما ودي كنت مخبي انا 24 مليون، كنت ناوي نشري بيكوب جديدة من لاميزو. صافي قالوا لي هاد 24 مليون ديال من، بقاو يدوروا في عينيهم. وهنايا الباليزة ملي وراوها لهذاك طاها مع مراته تعرفوا عليها، هذه الباليزة اللي حنا كنا مخبين فيها الفلوس هي نفسها ديالنا سيدي. هذه ما عليناش، هنايا هاد الفلوس من جاتكم ما قدروش يعطيوش تفسير منطقي من جاتهم. غادي يقولوا الورث ديال بواس اسراء، هو هاد الورث ديال بواس اسراء راه حتى هي ورثات بحال هذيك وئام. ولكن هي شنو دارت هذيك اسراء؟ عطاتها الراجله فلوس كامله اللي ورثاتها، عطاتها الراجله. راجلها ما وظفهاش في شي حاجه اللي هي زوينه بحال طاها استثمرها وخرج من الفلوس، لا مشى قصر بها، وما كاين الادمان وما كاين الدوران وما كاين السفريات. صافي خسر ديك الفلوس كامله ولا يدور ولا عاوتاني على الدص، ما عاد حتى شي حاجه. هنايا فاش قالت ليها هذيك وئام، قالت لختها اودي راه راجلي راه مخبي واحد 24 مليون راه باغي يشري بها واحد البيكوب جديده، كتسر ليها على اساس انها ختها ما غتنوش لها الغدر. ولكن هي اشنو دارت؟ قالت الراجله طايح على الفكره، قال لي شوفي اش بان لك هذيك 24 مليون نحيدوها اليوم، نعرضوا عليهم واحد النهار نجيبوهم هنايا وانا نسل نخرج نمشي للدار ندخل ليها نبقشش نهز 24 مليون ونجي. هنايا بقات كتدور في عيني هذيك اسراء ووافقات على الفكره ديال راجلها. هي هذيك فاش جا هذاك راجل اسراء في لانيت، جا عن طه وعرض عليه قال لي عندي واحد المناسبه معينه، دوز انت ومراتك ووليداتك للدار عندي. عرض عليه جا استقبلهم في الدار. هذاك طه مع مراتو ما كانش ناوي بيت، كان باغي غير يتعشى وتلتالي الليل ويهز البيكوب ديالو ومرتو ويجي للدار. خلى ولدو ياسين غير بوحدو في الدار، هادشي علاش كان ناوي. ولكن همايا اشنو داروا ليهم؟ همايا عطاهم واحد العصير من بعد ما تعشاو، قدموا ليهم واحد العصير. هاد العصير كان فيه واحد المنوم، هادو الاعترافات تاع راجل اسراء مع اسراء، كان فيه واحد المنوم قوي ما حسوش براسهم نعسو. صافي غابوا على الوعي نعسو، صافي بقاو تما باتوا تمايا. هو شنو دار؟ حيد السويرتات لهذاك طه وشط الطريق، جا عند المحل ديالو او جا للدار ديالو، عفوا جا للدار ديالو بان لي الحانوت مسدود لان ذاك ياسين تسنى تعيا وسد المحل ودخل ينعس. المهم هو حل بالمفتاح ودخل واستعمل في ذلك جميع الاحتياطات اللازمه باش البصمات ما يبقاوش ودخل. دخل حنا ذاك ياسين طبيعي الحال راه ما شافش المنوم، والاخر نساه او تنساه، قال هذا الدري الصغير غادي يكون ناعس ولا شي حاجه ما يحش بيا. ولكن هو فاق بيه شعل عليه الضوء لقاه هوايا، يلاه باغي يقول هذا مالو مالو ويمشي ليه، طار عليه خانقو. الولد باقي صغير على 12 عام وهذاك قوي البنيه وراجل كبير، خانقو اللي حتى صفاه عليه. ملي خانقو بالطريقه اللي احتمات هزوه داه حطوه في الفراش على اساس انه ناعس، حطوه في الوضعيه ديال الناس وغطاه ورجع وطفى عليه الضوء. هادشي اللي دار، مشى لبيت النعاس ديال طه مع مراته، مشى بقى كيقلب لحتى لقى الباليزه، هزها ضربها تحت منه وخرج ومسح اي حاجه قاصه. هو اصلا كما قلنا كان داير احتياطات ديالو. رجع للدار لقى الاخرين باقيين ناعسين، رجع السويرتات لطه في جيبو. والغد ليه مع الصباح قال لي ما بديتو ما نعستو البارح، ما حسيتوش براسكم الوقت داز وكذا كذا. هنا هما فعلا نيت داك طه مع مراتو ما شكوش، مداو ما جابو، كيسحابو راسهم غير عياو بالصهير وكذا كذا، وكلاو بزاف وصافي ونعسو. فاقو مشاو لقاو الولد مقتول والفلوس ما كايناش، هذا ما كان.
وشوفوا دابا الفكره اللي طاحت على هاد الناس هادو، هاد وجوه الشر هادو، باش عرفوا دابا راه الخير فيما اختاره الله. هو خاص السيد يعني طه مشى للولد ديالو، الولد الكبير ديالو، غيبقى فيه الحال ديال بصح، ولكن هو ربح هذيك الزوجه الصالحه، هذيك المراه اللي كان بنادم كيهرب منها لانها فيها هذيك المشكل تاع عينها، ولكن زوجه صالحه عاوناتو، انتشلاتو من الفقر، رجعاتو رجل غني وبالاسم ديالو وبالمكان ديالو، ولا كيلعب في فلوس صحيحه. في العكس من ذلك ان اختها اسراء كانت زوينه وفلا عيب لا والو، ولكن انت تشوفوا كيفاش كتفكر، افكار شيطانيه اللي حتى مشات بسبتهم للحبس. على هذا الاساس هذا تقدموا بجوج بهم العداله. هو هاد راجل اسراء تحكم ب 30 عام ديال الحبس، بينما هذيك اسراء تحكمات ب 10 سنين ديال الحبس. ايوا هنايا كتسالي الحلقه ديالي ديال اليوم. الله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.